اتنين محشيشين دخلوا السينما، بدل ما يقعدوا جنب بعض قعدوا ورا بعض. الحشاش اللي ورا ياخد نفس من السيجارة ويروح مناولها للحشاش اللي قدامه ويقول له مساء الخير، وقعدوا على هيك طول السهرة لحد ما اجى البوليس وطبع لهم. الحشاش الاولاني راح السجن، والحشاش الثاني ضل متشنج رافع ايده مستني السيجارة. راحوا حطوه بمشفى المجانين. بعد 5 سنين طلع الحشاش الاولاني من السجن وقال ليش لحتى ما اروح زوره بالمشفى. رحلوا على المشفى لقاه لساته متشنج على نفس الوضعية، ينعروا ينخزوا يدفشوا، ما استفاد شي. راح اجى قعد وراه وولع سيجارة وناولوا اياها وقال له مساء الخير. قام الثاني اخذ منه سيجارة وقال له ايه يا عمي ساعة.